السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي الحلقة خصصتها للإجابة عن الأسئلة اللي إجتني اليوم على أنه شنو هذا الدايود والمقاومة واللي نشيلها للمصباح حتى نحميه قبل لا يحترق. فالدايود هو ناخذه من الخرائط، أفضل اللي من ناخذه من الوكلاء لأن التجاري مو زين، يعني يعطل بسرعة. فهاي الخرائط اي جهاز عندك مثلا ستلايت، طباخ ليزر عاطل ما تريده تلقي بيها، هاي مال شاحنات مال لابتوب، هاي مال ستلايت. فهذا وين تلقيه؟ هي بها نوعين من الدايودات. هسه مثلا هاي الخريطه بها نوعين من الدايودات، دايودات تجي هنا بجهه الكهرباء الرئيسيه اللي هن ذني في دنا اربعه هنا يجن او خمسه، وهنا اللي بالجهه الثانيه اللي طالعه من عندها الكهرباء للجهاز، هاي ما تفيدنا لان هاي تردداتها عاليه وما تتحمل الكهرباء الفولتيه العاليه، تحمل الفولتيه الضعيفه. هاي شوف هسه هذه، هذني الدايودات ما يفيدني، يفيدني ذني استخدمه كمقاومه. وهذا الدايود هو عباره عن الصمام الثنائي اللي هو اساس علم الالكترونيات، لولا الدايود ما صار هذا هسه الموبايل علم الالكترونيات. هذا هسه هذا هو الدايود، راح أأشر عليه بالقرنفيس. هذا يصير لونه أسود وبخط أبيض بأحد أطرافه. هذا هو الدايود، فتحه من الخريطة وأنا هنا فتحته. هذا هو الدايود، هذا هو الدايود واضح. هسه أجيب الدايود شلون أشد على المصباح يعني أحمي به المصباح. وظيفته ينقي التيار المستمر اللي هو طالع من الباور سبلاي داخل المصباح ويقلل من طاقته 30%، فينطيك 70% من الكهرباء. بعد المصباح يتوهج نفسه طبعا، وتجي اكو اجهزه محميه بهذا الدايود، بعض الاجهزه تجي محميه بهذا الدايود بس مو المصابيح. المصابيح ما اعرف يعني هم ليش يخلوها هالشكل، يعني مصباح سعره غالي ويعطل بسرعه. هسه هذا شلون نشده؟ فتحنا هسه هذا الواير، هذا الواير فتحناه وراح الحمه عليه، يعني الجهه اللي بيها خط، الجهه اللي بيها خط طرفها خط، يعني اللحم على الخريطه. لاحظ هاي اللي يقولون ما واضح، هاي هسه واضحه. هسه راح الحمه على هاي الخريطه، وللعلم هسه هاي الكاويه مخلين بيها دايود يقلل لها الكهرباء على مود تشتغل على الكهرباء، نفس هذا الدايود بالضبط مخلينه بداخلها، مخلينها تصرف 30 واط. بينما اذا ضغطت هذا الدقمل بها يصير 70 واط. الغي عمل الدايود، يعني هاي فكرتها كلها. هسه ليش هاي ما تعطل؟ بسبب لان حاطين بها دايود. لاحظ هسه هاي راح الحمها، الجهه اللي ما بها خط يلحم عليها السلك اللي فتحته من الزائد هالشكل. هسه اعتقد واضحه جدا واضحه. هاي ها وهسه هذا المصباح، طبعا هذا المصباح محترق وبي واحد من المصابيح او اثنين ما يشتغلن. فان شاء الله بحلقات قادمه راح اشوف شلون نطلع المصباح المحترق من دون ما تلقي بي اي علامه انه محترق. هسه هذا المصباح محترق وبي مصباح بهن عاطل، ما اعرفه. بعدين راح نطلع نسوي ان شاء الله بالفيديو القادم، لان ما الوقت قصير وما لحق. وهسه اللي اريده من عندكم تضغطون على الشاشه ضغطتين سريعات وتكتبون اللهم صل على محمد وآل محمد ولايك متابعه وشكرا لكم.